أولاً الفطار مش معناه إن أنا أقعد على السفرة وآكل الأكل المعدل للإفطار. الإفطار ده معناه إيه؟ معناه إن إحنا, يعني. إن إحنا ناخد تمراية، ناخد شوية مية، ناخد أي حاجة، خلاص ده إفطار. يعني شق التمرة فطار. طيب أصلي الأول ولا أتناول طعام الإفطار الأول؟ هذا بيختلف باختلاف حال الشخص. لو أنا حاسس إني أنا جعان جداً ومشغول بالطعام، أو عندي أكلة حلوة قوي بحبها فمشغول بيها، يبقى الأولى أفطر الأول وبعدين أصلي. إنما لو أنا قادر على إني أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى خاشعاً خاضعاً، ولا أفكر في أمور الدنيا ولا في الأكل ولا في أي حاجة، والجوع لا يصرفني عن الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، وبعدين نفسي تتوق إلى الصلاة أكثر من الطعام والشراب، خلاص ما في مانع أشرب شوية مية أو أكل تمرية وبعدين أروح أصلي المغرب وأرجع أفطر، ما فيش مانع إن شاء الله. جميل جدا، ربنا يتقبل مننا جميعا.